علينا. طيب معنا اتصال من أم أحد الشباب. السلام عليكم. السلام عليكم. صوت يا شباب. السلام عليكم. يا أم، ما بيقول أم فلان، يا أم فلان. السلام عليكم. شباب ما سمعناها، ارفعي صوتك. تعال تعال جنبي. السلام عليكم يا أم أحمد الشمري. هلا، أخيرا رديتي. أبغى يسمع صوتك من غير ما أقول أحمد. تعال أحمد جنبي، تعال. هلا بكم. هلا، سويتي فيني مقلب يا أم أحمد، الله يسامحك. لا ما سويت يا أبو غرام. يا مرحبا فيك، الله يحييك. الله يحيي أبو غرام. هلا، أهلا أهلا وسهلا. هذا أحمد معك. هلا الله يحييه. أحمد، هلا بتلبيه. هلا، بتجيب خالد. جيب خالد بريدي. خالد معك. تعال يا خالد. وين خالد؟ تعال ابعد راس انت. خالد يومك اليوم، ما حد قدك. يلا حيي سيدنا. الله يحييك. يبعد بعيد اللي عنده. يسمعك خالد ويسمعك احمد. يلا حيهم. اخبارك يا خالد؟ الله يطول عمرك، ابشرك بخير. الله يطول عمرك. وشلونك انت؟ يا ربي عسى دوم. شلون صحتك يا وليدي؟ والله ابشرك، الله يطول عمرك. شلونك يا امي؟ عساك طيبه. خير يا وليدي، وانا امك وام احمد وام المسافرين كلهم يا وليدي. جعل عمرك طويل، الله علي يخلينا منك يا رب العالمين. نحتاج شيء يا وليدي؟ شيء بعد ابد. والله سلامتك والله ورضاك. جعل عمرك طويل، نبيكم والله تكونوا راضين علينا، هذا اللي اني والله نبيه. راضين والله، والشاشه منوره بكم يا وليدي. جعل عمرك طويل، الله لا يخلينا منك. الله يسلمك. يا ام احمد، هلا بك. هلا ابو غلا. احمد قدامنا ما شاء الله هادي، بس الظاهر ان عندكم شيء. قبل ما اكلم احمد، وانا امك يا ابو غلا. لبيه. وانا امك، انا امك يا ابو غلا. جعلني والله فداك، جعلني والله فداك. تسلمين، انا واحد من عيالك والله يرضى عنك. انا عندك كم واحد جاي انت ما شاء الله. ترى احمد بدا يغار. بعد حيّة أم أحمد. أخبارك يا هلا. جعلك تسلمين. أقول أحمد عندنا هادي ما شاء الله عليه، لكن أتوقع أن عندك يعني شوي في شقاوة. أنا مشتاق. الله يجزي خير على هالفقرة الطيبة والحلوة. صرفتني أم أحمد يا أخوان. مشتاق على أحمد، ما يعني شو أقول لك. أعطينا كذا موقف في شقاوة لأحمد. أو مواقف كثيرة. أوه، عطينا واحد من شقاوته. استر الله يستر عليك. كثيرة كلها والله. أجل خليها، استري عليه. بعد حي أنت يمه. وش بتقول يا أحمد؟ الله يمه. مشتاق عليك يا أحمد، وودي بشوفتك هالحين والله. بعد حي أنت، لعلهم إن شاء الله يحنون علينا شوي ويجيبون الجمعة. والله عندي أمل كبير إن تجينا الجمعة. ها ما كلموت. ها الجمعة؟ لا ما بدي الجمعة. الجمعة يمكن ما راح اقرب الاسئله ولا هذا، وما اشوفك اجي يعني شلون؟ ابعد حي ما اشوفك. هذا اشوفك انا من يوم يعني غير جمعه، شلون اشوفك؟ انا مشتاق عليك يا وليدي. ابعد حي انت، الله يطول لي عمرك. ما ان شاء الله خلاص بطلع برايم لعيونك. لا 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 بطلع موافقه انت اطلع برايم؟ لا لا حقك هذه تتحقق يعني ما اطلع ابراهيم يعني ما ابيك تطلع. لا يا وليدي بعد حي انت، ابشري بعزتك يا بعد. ام احمد كلمتك الاخيره لنا والاحمد. هذا حلمك تحققه يا عمري وحلمي. هذا حلمك انت ترى، هذا ترى حلمه هي انت حلمك. اي حلمه هي. تذكرين يا يمه يوم اني اسمع يمه، تذكرين يوم اننا طال عمرك نطالع القناه برامج ثانيه؟ كان عمري قبل 7 سنوات، وكانت تقول ان شاء الله اني بيوم من الايام اشوفك في احد هالقنوات هذه. عجيب. اي والله هي حلمه اني اكون في هالبرامج. ما شاء الله تحقق الحلم. اي والله ان شاء الله بقيه الاحلام. تبي شيء توصي على شيء يا احمد؟ شلون؟ تبي شيء توصين على شيء يا عمري؟ اي بعد حي انت، والله العظيم ما ابي الا سلام. اي والله ابي شيء. اسمعي. وش بعد؟ ابي ثريد الباميه اللي سويتيه لي قبل ادخل البرنامج. والله يعني مشتهيها يوم وشهوه.
وابشر يا بعد حيك والله اني مشتهيه شهوة ما هي طبيعيه. يا بعد بعد حي انت الله يطول لي عمرك يا بعد راس. بعيد بعيد ان شاء الله. يلا ان شاء الله هانت ما بقى شيء وترجع لنا وتصير بعيد. يسلمون عليك يا بعد راس انت، يسلمون عليك كلهم. يسلمون عليهم كلهم عيالي، على كل عيالي. يا بعد حي انت الله يطول لي عمرك يا بعد حي انت. الله يحفظك. الصغر الحلو الله يطول بعمره خليته. يا جعلك تسلمين يا جعلك تسلمين. والله مشتاقه حيل عليه حيل. الله يجزيه خير. الله يرضى عنك. شكرا لك يا ام احمد. استقبلت العافيه بعد عمر انت. استانست؟ ويسلمون عليك اخوانك كلهم وابوك كلنا بخير حنا. الله يسلمك ويسلمهم. سلمين على اخواني طال عمرك، تسلمين على آمنه ومحمد ومها وعبد العزيز. كلهم كلهم ثامر عشان ما يزعلوا بعد فهد كلهم سلمي عليهم يا بعد روح انت. وسلمي لي سلام خاص على سلام خلاص سلام خاص على ابوي. ابوك يسلم عليه كلهم هذول عندي. يا بعد حي انت هو. سلامي لهم جميعا يا ام احمد. ودعناك الله. ودعتك ربي. الله يحفظك. ودعتكم ربي. في امان الله الكريم. يا اخواني هذا الاتصال اللي لازم يحصل من رصيده مركز على اهدافه. ليه؟ صار عن العائله وعلى القبيله وكل ما قلنا لا خلنا نستغلها خلنا نستغلها. وش تقول؟ اقول بيض الله وجهكم انتم، بيض الله وجهك يا ابو غلا، والله العظيم اني بسعاده ما يعلم فيها الا الله. ابو طال وينه شوي يقول طاقه ما يعلم فيها الا الله. اي والله العظيم مازل انا يا ابو غلا علاقتي بامي كبيره جدا جدا. حتى الشباب يقولون لي وش العلاقه اللي بينكم؟ امي غير انها امي عانت حيل 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 عانت. وجاء الوقت ان شاء الله ترتاح. وجاء الوقت اللي باذن الله انا والله العظيم من كل اهدافي وكل طموحاتي اني اعوضها وباذن الله. والله يا ابو غلا دخولي للبرنامج هذا اني اسعى لتحقيق احلام امي وابوي واهلي. والله العظيم احلام راح تتم باذن الله. والله العظيم يا رب عسى الله يكتب لي. الله يحفظك. استر الله بعد حي انت. باذن الله. يقول شيخ خالد. اقول الله يطول في عمرها والله يجعلنا يا رب عند حسن ظنها. والله العظيم لو ما